السلام عليكم. في برنامج اليوم تقدر تضيف ارتفاعات زي كده مثلا، او تقدر تعمل انخفاضات وحفر بالشكل دوت. طيب لو انت عايز تساوي الحاجات دي كلها هتعمل ايه؟ هتلاقي اخر حاجة هنا اللي هي سموث، تبدأ تمشي اهوت، يبدأ يخليك كله يرجع زي الاول واحسن كمان. تقدر تكبر الفرشة كده بحيث ان الموضوع يبقى ايه، اسرع، فيبدأ يخلي لك كله في نفس السوا، كله زي بعض.